سيرفيس 67 وقيله كيجي من 11 وقي و الطوبيس كان سايقو راجل كبير شويه في عمره شي 60 عام طاح ليه السكور غيب ما بين البلاكا والفيروج شو شنو دار وكي كان وقيله مكسير شويه ضرب هاد البانو ضرب هذيك ديال القيف ضرب ديال الضو والحمد لله ما كانش خسائر حتى شي واحد ما تجرح الا من الطوبيس تقصح وراه هزاتو لابينونس والحمد لله مين ما كاين شي واحد اللي تجرح ولا اللي مات ولا شي حاجه وكنبغي نقول واحد الحاجه ما خصهمش يبقاو يخدموا الناس اللي كبار شويه في اللاج ومراض دابا هاد السيد هذا عليه الضغط فهمتي منو راه تصرف منو خلاص يسوق في كازا وكازا عامره بالطوموبيلات بزاف وراه شو شنو السبب وكنقول مدارس بريفي بقاوش يخدموا الناس اللي كبار فهمتي غادي بدراري صغار وغادي بهذيك السرعه خياليه في الصباح ولا في العشيه راه بزاف.